محمد، يعني والدك بيتخانق معاك على المذاكرة ولا لأ؟ لا لا ما متأكد؟ اتخانقش. لا لا هو بس يعني يلمح لي شويه كده ان هو لازم برضو مش طول الوقت كوره، لازم برضو تدي وقت للمذاكره ان ده اللي هينفعك قدام. طب قول ألو كده؟ الو ألو يا بابا. يا ميدو، ازيك حبيبي؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله والله. اخبار حضرتك مساء ايه؟ الخير يا كابتن محمد. مساء الخير يا فندم. كابتن ياسر، مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. انا والد ميدو. اولا انا بحب اشكر حضرتك كتير جدا على الاستضافه الجميله دي. لا فندم، كابتن لا، ياسر، شرف شرف ليا، وشرف طبعا يعني نكون معايا النجوم من نادي الاهلي الصاعدين، وايضا واحد من اكفأ المدربين كابتن ياسر. شكرا لذوقك كابتن ياسر. بصراحه يعني احنا لمسنا معاه خلال تدريبه الاولاد من بدايه الموسم انه اكثر من كابتن رياضي، هو اب بالفعل واخ، وفعلا محتضن بس الاولاد كمان اولياء الامور، حاسين بمدى المجهود اللي هو بيبذله كابتن ياسر ومدى احتوائه للكباتن الصغيرين النشء اللي عندهم زي ما قال عندهم طموح، عندهم مجهود ذهني وفكري وتعليمي. صراحه بشوف منه دايما، وانا بقالي حوالي سنه متواجد مع ميدو في المباريات وفي التمارين وبعض التمارين، لكن بشوف فعلا الكابتن ياسر وجوده واحتوائه والكابتن المساعد الكابتن محمد سعد، فعلا بحس ان في اسره ابني بيلعب. ودي اهم نقطه يا فندم. استاذ اسامه، عايز اسال حضرتك ازاي بتقدر تنظم وقت ميدو او محمد بحيث ان هو يحقق طموحه وحلمه ان هو يكمل في التمرين، في نفس الوقت ان هو يمشي في مذاكرته؟ ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. بص والله يا كابتن محمد، انا ما اضحكش على حضرتك، انا بعيد تماما على هذا الدور. الدور ده بصراحه اللي بتقوم بيه والدته، هي اللي محتضنه الرياضه، محتضنه فكره لعب ميدو من بدايه لعبه. استاذ اسامه، هستاذن حضرتك بس تتحرك في مكان يكون فيه شبكه. اتفضل. بقول لحضرتك انا بالنسبه لي مع الاسف ابتديت اهتم بميدو واهتم بالرياضه خاصه باولادي بقالي حوالي سنه. ايوه. كان مسؤول عن هذا الدور لحد دلوقتي هي والده ميدو، اللي بدايته معاها من اول ما لعب في اكاديميه الاهلي، وهي اللي بتنظم له كل حاجه بقى خاصه بيه وتمارينه بمواعيده. بصراحه هي يعني الاسيستنت بتاعته في كل حاجه، فهي ممكن تكلم حضرتك تقول رايها في الموضوع. طب اتفضلي. مساء الخير يا فندم. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ بنرحب بيكي، وبنرحب طبعا بكل اولياء الامور نادي الاهلي 2000 فرقه 2004، وما شاء الله يعني ميدو ماشي بشكل كويس. الحمد لله. اولا بشكر حضرتك كتير على تواجد ميدو معاكم، وبشكر كابتن ياسر رجب كتير لان اضاف لنا كتير جدا السنه دي في المجهود البدني بتاع الولاد ونفسيتهم، حاجات كتير جدا يعني اضافه، يعني انا بلمسها في الكاركتر بتاع ابني كله حاليا. طبعا لو عايز حضرتك تسال على ميدو وهو صغير، محمد ابتدى كوره من هو 3 سنين ونص، شافه كابتن ابراهيم عبد الصمد من اول ما شافه في اكاديميه الاهلي وقال لي هتبقى لعيب جامد. وبالتوالي بقى الكباتن اللي جم معاه لما اختبر 3 سنين، وطلعنا اول كابتن حسام، كابتن ياسر ريان كان معانا 3 سنين، بعدين كابتن محمد سعد، ومعاه السنه اللي فاتت محمد اخذ هداف الدوري وافضل لاعب الحمد لله، واخذنا الدوري اهلي طول الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت ان شاء الله. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، لما هو بيجيب اجوان وبيتالق انت بتكافئيه بايه؟ محمد؟ اه خليه يخرج لان هو حبيبي، ما بيخرجش كتير، تمارين والمذاكره واخده كل الوقت، فلما بيحب يخرج مع اصحابه انا لا امانع خالص. وبيخرج يلعب بلاي ستيشن ولا بيخرج يروح فين؟ لا محمد بيلعب بلاي ستيشن في البيت وبيحب اصلا يعني. الو انا هو اصلا مش محتاج يخرج عشان يعمل. لا لا لا، هو بيخرج مع صحابه، بيحب ان ده يبقى الوقت اللي هو بالنسبه له فري، بيحس ان هو فري خلاص من التمرين ومن المذاكره. يعني حضرتك بتحب يخلي يعني انك تفصليه من مجهود بقى المذاكره ومجهود الفرقه، بان هو ده امر مهم جدا.
جدا، لان ده بيهم يعني في نفسيته. كابتن ياسر السنه دي ساعدني كتير في ده، لان انا طلبت منه اجازه لان ميدو ملتزم طول السنه بالمواعيد. حضرتك احنا في سنة اكتوبر، احنا بقالنا 10 سنين رايحين جايين اكتوبر مدينه نصر، تمام؟ ربنا يكون في عونك. حبيبي هو بينزل 6 الصبح المدرسه، يرجع بعد ما يروح تمرين ويجي 9 مساء، يذاكر ال 12 وينام ويكمل تاني. هو بطل في البيت انه قادر يستحمل ده. هي مسؤوليه كبيره يا فندم، وطبعا كلنا بندعي لكم ان ده امر مهم جدا، وفي الاول وفي الاخر حاجه جميله جدا. ميدو ما شاء الله هو وزمايله فرقته كلها ان هم ان شاء الله يكونوا نواه النادي الاهلي في الجيل. انا قلت له ان محدش بيلعب كوره لوحده، كوره فريق، احنا كلنا مع بعض بنحقق النتيجه دي، وهو دايما بيلعب بهذا الاداء، يعني دايما بيحب يبقى كل اصحابه في دماغه وهو بيلعب. بالظبط. انا بشكر حضرتك والده محمد اسامه ميدو لاعب 2004، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني مداخله مهمه جدا، اولياء الامور بيتكلموا بقى عن اولادهم. احنا برضو هنجيب الاستاذ علاء الدين والد عمر معانا على التليفون ولا لسه يا جماعه؟ لسه ما جاش، هيجي على الهاتف. كنت عايز افاجئك يا عمر بس ايه.